أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما حكم المرأة التي رمت أول يوم من أيام الحج لكثرة الزحام؟ رمتها قبل الفجر ووكلت الزوج في الأيام الباقية وجزاكم الله خيرا. إذا كان توكيلها لعجزها أو الخوف من الزحمة التوكيل صحيح، ما دام أنها وكلته ورمى عنها التوكيل صحيح للعذر، وهو العجز، عجز المرأة أو خشية الزحام عليها، ولا سيما في هذه السنين، فإن رمي الجمار لأيام التشريق يوم 11 و12 أمر خطير جدا، التوكيل سائر في هذا للعجزة من النساء وكبار السن والأطفال. ولكن لو أن المرأة أو الرجل ضعيف، لو أنهم تحينوا الفرص ولم يأتوا مع الزحمة في الأوقات التي تكثر فيها الزحمة، وإنما يأتون في آخر النهار تكون الزحمة قد خفت بعد العصر، وإذا اقتضى الحال أنهم يرمون بالليل أيضا قد أجاز هذا كثير من علماء العصر، فيه مخرج ولله الحمد. نعم.